حلو دلوقتي هنلعب بقى مع خلودي وخيرية لعبة كده عشان نشوف مدى التوافق اللي ما بينهم، وانا وبخبرتي البسيطة اعتقد ان هي ما تعرفش عنه حاجة وانا اعرف عنه كل حاجة، بس ادينا هنشوف. هيبقى معاكم دلوقتي بورد اللي هي سبورة يعني عشان عارفة ان اللغة بعافية، وهسألك سؤال فترد وانت تردي في نفس اللحظة ونشوف انتوا عارفين نفس الإجابة ولا لا، ونفس الموضوع مادي هيسألك سؤال فترد انتوا الاتنين في نفس اللحظة بالكتابة من غير ما تقولوا. ماشي؟ ماشي. خد يلا اتفضل. ده مين اللي كان بيلعب بالبورد دي؟ انا. طب ده كلام يا مادي؟ ايه ده؟ يعني مراتك قاعده وكاتبه بتقول إيه خالد انها بتحب خالد؟ ما تتلم شويه بقى، ما ينفعش كده والله العظيم. ناس عندنا في البيت يا مادي، ما انا قلت لك ده حب فنان. فرحان قوي. انا فانزي فانز، انا من الجيش الخلوجي. حياتي خلوجي. السؤال الاول لخيريه، لو خالد مش عايش في مصر كان يحب يعيش فين؟ في انهي بلد؟ اكتب الاسم؟ اه oh, yeah. طب يعني جوه ماشي. جوه بس استنى لا بره مصر، بره مصر يا آه. تمام yeah. انت بتمزح ايه كل ده؟ كان كاتب مثلا ده لسته اه هي دي؟ ماشي لفوا لفوا يا يا كنت كاتبها والله العظيم. يا خساره. كنت كاتبها اليونان. هو كتب وهي كتبت لندن. بس مش كتبتها بالظبط. يبقى كتبتها اول نقطه راحت منه. هو اللي مشتت. طيب السؤال الثاني الخلودي. قول لي ايه اكتر لون خيريه بتحبه؟ يلا اكتب بسرعه. فوشيا. لا الفوشيا غير البنك. هو البنك هو لا الفوشيا مسخسخ، البنك فاتح. لا ما ده بالانجليزي وده بالعربي. ما ده فريش يا رجاله، ما نعرفوش الفرق بينهم يعني. خلاص هما الاثنين عندنا زي بعض. احسبها لكم نقطه عشان بس انتوا حبايبي وعشان تبقى اجابتك صح. عدي ماشي الجواز دي ماشي. السؤال لخيريه، لو خالد هيعمل دويت مع مطربه هيختار مين؟ شكلهم عارفينها. اكيد اكيد. اقلب. ايوه نقطة وانغام وسقفة كبيرة. طيب دلوقتي السؤال لخالد خلودي بقى. خلودي حبيبي ماشي. قول لي مين صاحبة خيرية المفضلة؟ الان تشيم. نقول النيك نيم؟ قول اللي انت عايزه. نيك نيم على طول. ماشي. بس هكتبها بالانجليزي. اه ده انتوا بتدوا بعض بقى. انت كده كانك قلت لها صاحبتك اللي ليها اسم تاني. لا كلهم. اوه نوفي. نوني. نوني. نوفي. هي جي ان ولا في؟ جي ان. جي ان. او في اهي. فين الفي؟ جي اي. دي يو. ان او في ان اي يو. طب ثانية واحدة، لو دي لو دي في امال دي ايه؟ دي سبعة. السؤال لخيرية، أكتر حشرة خالد بيخاف منها؟ آه لا لا ده على طول. ها ثواني اقلب. الناموسة. هي قالت الناموس. سقفة للناموسة. سقفة للناموسة. الناموسة المفرد. سقفة للناموسة اللي قدرت تخلي هذا الجبل يرتد عن عنفوانه. ده ما يعرفش كل الميل. هي كانت انت قلت الناموسة كانت مطلقة او الصراحة الجاية بقى. ما انا بقول لك هي اه اكيد ناموسة متطلقة ويعني متضايقة جاية لك. ما بتجيش جنبي بتروح لي. انا وانت متبهدلين. انا متبهدل بكرهها. دي غلسة. طب قول لنا يا خلودي ايه اكتر حاجة بتستفز خيرية فيك؟ يعني انا بتضايق من مادي بيهرش كتير مثلا، فعادي جربان انا معلش. انا مش عارف اقراها بس ده موضوع انشا خيرية مش كلمتين. طب يلا وريني. في حاجتين. الخروج الكتير، الغموض. اه دي قصة بقى. دي قصة الخروج الكبير بعد الغموض. الخروج الكبير. الهروب الكبير. ايه بقى الغموض بقى؟ غامض في ايه؟ ما بيتكلمش. ما بتكلمش خالص في أي حاجة تخص شغلك؟ شغلي، حاجة مضايقاني، حاجة زعجاني، بره البيت.
برج العقرب فما يعني. فما بتعرفش تاخد مني وعدني يا فيعني. طب انت مالك؟ مفيش حاجه. طب انت في حاجه مضايقاك؟ لا لا عادي. طب انت مش عارف ايه؟ ما بحبش اشيل حد همي. يمكن هي مش قادره تخترقك، لكن لو هي حنينه زياده كانت قدرت تخليك تحكي لها كل حاجه. ايوه يا حنينه. شابة. السؤال اللي بعده بقى الخيريه، لو ما كانش اشتغل فنان كان يحب يشتغل ايه؟ اذا كان هو نفسه بيفكر انا هعرف. مدرب جيم مثلا. بودي جارد. الحاجات دي تليق كلها. او موديلز مثلا. مود برضو حلم حياتي. مش قادره ما يعني مش متخيل انا برضه اصل هو متخيل. ما لا ما فيش. ممكن يبقى مكير. لا ابعد ما يكون. ممكن يعني لو مش مغني لعب كرة. لا طباخ. لا حاجة تانية في نفس الكارير يعني. رئيس مباحث العاصمة. حاجة هو بقى يعني بيعملها. حاجة عقامة عظيمة. حاجة هو بيعملها. هي كتبت. لا لا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا ده شغل عالي. سقفة كبيرة قوي قوي قوي. طيب السؤال اللي بعده لخلوجي. قول لنا ايه الهديه اللي لو جبتها الخيريه بتصالحك على طول. هي عارفين. ايه ده بقى النقطه. واحد اتنين اوب. دي عاشقه الالماس بقى. طب دي بتعتبرها ماديه؟ لا حرام. هي تحب الهديه. هي يعني انا عارف ان هي بتحب الالماس جدا بس عمرها ما طلبت مني يعني ما تشوفش. بس دايما مثلا ممكن لو لقيت حاجه كده لطيفه في متناول الايد يعني ويبقى في الاخر تحت مسمى الماز يا جماعه لو قدرت ان انا اجيب اكتر بجيب. في الفالنتاينز دايما كل فالنتاين بجيب لها. بس عارفه قطعة صغيره لذيذه لو اتجمعت بعد كده تعمل ثروه. رجع لي بقى الثروه بتاعتي لو سمحتي. يا قلبي يا كتاكت يا اللي انت شايل وساكت. يا حظك المنيل يا شوشو. يا شوشو يا اللي كنت تستحق سيد الرجاله. يا شوشو يا اللي على فكره ده مغني وممثل وغاني ما شاء الله عليك. يا شوشو انا مالك ساتر يا رب. بيجيب لها في الفالنتاين الماز في الفالنتاين. واضح يا خيريه ان احنا خربنا لهم بيتهم فيلا. احنا كده نمشي كده خلاص. لا لا ازاي والله. السؤال الخيرية. يا شوشو اتفضل. اكتر دور بيحبه خالد لنفسه. على فكره هي بيستنوا يشوفوا بيكتبوا ايه فهم بيبصوا بعض فاهمين عيون بعض من طريقه الكتابه والله نظرات باينه. ممكن اكتب حاجتين ممكن يعني بس لا لا بس هو ون لان انا واحد ون بيس يعني لازم يعني عايز اقول تو اوبشنز بس عشان لو نو اوبشن انا عارف مش عارف يعني هو بيحب الاعمال اللي بيعملها بس يعني ها. طب يلا يلا لف انت يلا بعد البدايه ومأمون وشركاء وهي كتبت اختيار اجباري خالص. اختيار اجباري من اللي فات يا ماما. اللي فات قالت لك اللي فات ده انتوا في الثلاجه ما فيش الكلام ده خالص. لا بس هو كل هو لما بيخش عمل بيبقى مقتنع بيه جدا فبيحبه جدا. فبالتالي يعني مش قادر ان هو ده العمل المفضل بالنسبه لي. ماشي. على العموم احنا عشان كل الاعمال دي حلوه فاحنا هنديكم نقطه عشان هم عجبوني بجد يعني. الله يسعدك. طب يبقى انتوا كده واخدين معانا لحد دلوقتي 6 من 10. السؤال الجاي لخلوجي. وقول لنا يا خلوجي ايه هي فاكهه خيريه المفضله؟ يلا اكتبي بقى انت اكيد عارفه اكتبي بسرعه. مستنيه ايه؟ ماشي نقلب اقلب. المانجا والمانجو. في فرق. اعزف لي على الكمانجو. الله عادي يخش يلاقيني قاعده جايبه طبق طبق كده وايه. الله. السؤال اللي جاي ده هنفترض انه انت يا فوفا هتختاري واحد من دول تتجوزي. ده افتراض. انت هتطلقيني من هنا هطلع من البرنامج بس طلقها. لا عليكي. لا امال عماله تقولي لي افترض افترض يا ستي متجوزه. طب الحل ايه دلوقتي؟ ده افتراض. ده اخر سؤال. افترض اخر سؤال يعني كلهم كده افترض اخر سؤال. ده انا ممكن اروح الاقي نفسي الباب مقفول مش بقول لك اللعبه اسمها ماذا لو. ماذا لو حرف شعلها في الجو. خلاص ماذا لو. انا ماليش دعوه باللي قلته. ماشي. انا بقول لو المره دي بقى اتنينات.
اتنينات بس طيب. واحد هيطير واحد ماشي اوكي ماشي. فلو قلنا دلوقتي ما بين احمد مكي واحمد السقا فوفا تختار مين تتجوزه؟ السقا. يبقى السقا طير مكي. ايوه يا فوفا. طيب ولو ما بين السقا واحمد عز تختاري مين؟ السقا. ولسه السقا مكمل معانا. طيب وما بين السقا وحلمي؟ هما كلهم رجاله كويسين بس مش الفكره في كده. انت عماله بتخيري افتراض وانت يعني ما لكيش سؤال من دول. لا افرضي انت ما عندكيش محمد تتجوزي مين فيهم؟ حمائي. حمائي او اتجوزهم كلهم باكج. يا سلام. ايوه يعني ليك انت باكج وانا اختار واقول لا. انت ممكن اديكي واحد وواحد كادو ماشي؟ يعني اختاري واللي هترسي عليه في الاخر هتلاقيني لفلك واحد تاني هديه معاك. تقول انا؟ اه طب ما انت تلف المجموعه اللي هتاخديها. ما انا هاخدهم كلهم. ما انا صاحبه المحل بقى ده انا عندي كتير جوه في المخزن. يلا بقى. يلا بقى. يلا بقى يا فوفا. ايوه طيب اختار لنا بقى ما بين السقا وحلمي. هفضل السقا برضه لان هسيب حلمي لمنى زكي. اصيله اصيله طبعا. والله يا فوفا انت معجبه بالسقا يا فوفا. قولي كده. لعلمك بقى السقا ده اخويا طبعا يعني. وطبعا حلم اخويا كلهم اخواتي لكن صح. انا بقول طبعا ما شاء الله عليه وربنا يخليه لزوجته ولولاده يعني ربنا يخليه ما شاء يا الله يا رب. طب قول لنا ما بين السقا وكريم عبد العزيز تختاري مين؟ اختار الاثنين. لا واحد. لا واحد لسه. ما احنا مش هسيب لك ولا سنتي. طب بص لا الاثنين. اقول لي اخر حاجه ممكن اخليكي تختاري فيها اثنين لكن احنا لسه في اخر حاجه. هقول فاضل اربعه صور فقولي لنا تختاري مين دلوقتي؟ في مين؟ ما بين السقا وكريم. لا كريم بقى. كريم طير السقا اهو 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 داخل برجل اليمين حبيبنا يا كريم اهو. بعد العشره دي كلها تخلي عن السقا. شفت انا عارفه انك هتطلعي ناديه. انا عارفه انك هتطلعي ناديه في الاخر. انا لا لسه لسه اللعبه شغاله يعني قاعده توقعيني في الفخ ده. والله ابدا. شفت ان انا ممكن اقع برضه ازاي ده انت حبيبتي. لا يا فوفا ده عش ولا كان اللي يوقعك في فخ. وبعدين ده افتراض وخيال. افتراض وخيال يا جماعه. افتراض وخيال اهو. طب قولي لنا ما بين يوسف الشريف وكريم عبد العزيز تختاري مين؟ كريم عبد العزيز. مش انا قلت شكلك كريم. والله لسه كريم مكمل. والله كريمه اهلا. كريمه دي ماما. حبيبتي ربنا يخليك يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي. طيب ما بين بعد طبعا ما كريم طير يوسف الشريف ما بين بقى كريم وتامر حسني. كلهم حبايبي. انت كده بتحطونا في. لا ده افتراض. افتراض. انت هتقعدي تقولي لي افتراض. ده افتراض. خسرتني البلد كلها وجايه تقولي لي افتراض. افتراض يا فوفا. ده انت خسرتني اللي ماتوا وربنا يطول في عمرهم. ده انت ما خليتيش. الحمد لله رب العالمين. دي لعبه. فاضل ثلاث صور خلاص. كمان؟ اه خلاص. هديك واحد هديه اسمع مني. يلا. كريم ولا تامر؟ أنا قلت المرة فاتت كريم. أه تامر. يبقى تامر نجم الجيل طير كريم. يلا ها. وبعد العشرة تطيري كريم. تاني برضو. شفتي مفيش فايدة فيكي برضو. طب قولي لنا تامر حسني ولا عمرو يوسف؟ حتة بقى إيه؟ يوه. حتة مستوردة بقى. أقول لك؟ إيه؟ من خارج من داره تقلم اداره. انا هرجع تاني للسقا. الله. لا انا هرجع للسقا يا ست. انت من الناس بقى اللي بيروحوا ويرجعوا لحاجه. انا من نوع لا الوفي خلاص. اكسبشن اول مره اكسكلوسيف عشان فوفا جايه بالريسيت ومعاها 14 يوم استرجاع البضاعه. هرجع لك السقا ولا اسر ياسين؟ السقا. السقا. ايوه. لا السقا مقصر والله. السقا مقصر. طيب اخر سؤال واخر صوره. قولي السقا ولا هاني سلامه؟ ابو عيون دبلي.
بص بقى انا اديك السقه برضه، اديكي قصدي ابو عنين دبالي. اهو لا انت قلت لي السقه مش هيرجع. لا السقه مش هسيبه برضه. لا انا هاخده بقى انت. لا تاخديه انت عليا. ايه؟ ها؟ تعزي عليا؟ لا ما اعزوش عليكي بس برضه. طب انت قلت لي انا هديك السقه. لا انا عايزه اديك ابو عنين دبالي. لا انا عايزه السقه. ليه تاخدي السقه؟ ليه؟ عشان هنقطع بعض ونمسك في شعور بعض دلوقتي في اخر البرنامج. لا انت المفروض تقولي لي خلاص ما يغلاش عليكي يا شوشو. ما يغلاش عنك يا شوشو؟ اه. المره دي هتنزل بس المره الجايه لا يمكن ابدا. وحلال عليك يا شوشو السقه. يبقى السقه هو اللي كسب. وفوفا بما انها صاحبه الكرم سابت لنا احمد السقه. والله ما عارفه اقول لك ايه، وعشان انت سبتي لي السقه انا هسيب لك الفاصل، انت اللي تطلعوا لنا. ويلا بقى. يلا بقى. وايوه بقى احنا مستنيينكم تطلعوا فاصل وما تغيبوش وترجعوا لنا. المهم اللي انا اوري ماجي صوره ماشي من غير ما انا اشوف ايه اللي جواها ماشي، فهو يبتدي يوصف لي يمثلها لي وانا ليا ثلاث جمل بس اقولهم تخمينات، لو اكتر من كده ابقى خسرت. تمام. اوكي ثلاث جمل اللي هي ثلاث حلول يعني. ثلاث حلول. اوكي بالزبط. اوكي يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ خرطه لحمه قد كده. لا استنى ما تقوليش حاجه. سكوت. ماشي ماشي. خرطه رقاق. الاكل مسيطر على الدماغ جدا. اما نفتح الرق كده ونحط اللحمه. قال التلاتة كده خلاص. قال التلاتة. لا 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 لسه لسه ماشي. ايه؟ كنافه كنافه كنافه. اه انا وانا صغننه بحب ارقص كده. ايه؟ حواوشي. ما كده حواوشي جوا لحمه. سيبك من الاكل. طيب. كتاب. هي عامه عدت الثلاثه. ها لا خلاص انا كده خسرت. ايه ده بقى؟ فين فين؟ معلش فاكره انا مش عارف امثل. كلاسير. هو ده كلاسير. هو مدي على كلاسير شويه. ماشي وري يا ميمه بقى. خاف بس ما تشوفهاش. ايه ده؟ ماشي دي حاجات سهله. ماشي الحاجات اللي انا. لا ما تقولش بالبق بالشعر. ايه ده زي بدون كلام كده. ايوه امال انا عملت ايه كل ده؟ ده بقى له ساعه اهو عمال. طب ودي انا اعملها ازاي؟ اعملها ازاي؟ لا فكر. ما تستخدمش ايدك الثانيه. اوكي بص. ما تستخدمش ايدك الثانيه. انا لازم استخدم ايدي الثانيه. استخدم اي حاجه. مسمار. وري لها بقى. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا ما تغشوش. إيه بس يا عيال. ايوه بنسى بنسى. لا سشوار. كان ماشي. نفك. مفك. وريني المفك بقى. وريني المفك. احنا بنعرف نشرح لبعض. كسبوا. احنا من بالعلامه كده بس. ماشي قالت لك. طب يلا انت وريها بقى يا خال. اوكي. بس واضحة. واضحة جدا. واضحة جدا. دي اقراها اي كفيف. ايه؟ انا مش هقول غير لما ابقى متأكد. ها؟ ماشي. ماشي؟ طب ينفع اتكلم؟ لا لا يعني ما ينفعش. عصفورة؟ حاول. ايوه. ديك؟ ديك فاضل واحدة. ديك كده فاضل واحدة. حاجة بتبيض؟ بطريق. ايه ده؟ ايه ده؟ برافو. عيب عليك. يعني دي اللي بتقعد ايه استحمى. ليفا. ايوه يا مادي. اللي جبتها لخالد. جبتي له واحده كبيره.